في الأخت نازك تكلمت عن مسألة طريقة التغيير، قالت نزيل النظام، وبطبيعة الحال أنا متفقة تماما معاه، لكن السؤال ما زال غايم، كيف نزيل النظام؟ دي المشكلة اللي حوالينا. هل حيقوموا الناس اللي هنا مغتربين كلهم هنا وفي أوروبا وفي كده يرجعوا السودان عشان يعملوا مظاهرات، ولا حيخلوا الناس اللي في السودان يعملوا مظاهرات في الوضع ذاك ولحد ما ينقلب المظاهرات النظام هم يجوا؟ هل حيكون في عصيان مدني؟ هل حيكون كل هذه مسائل مطروحة، نحن محتاجين كيف نزيل النظام؟ دي المشكلة، لأن المظاهرات أثبتت إن بمجرد ما الناس يطلعوا بيقبضوهم، حتى لو الناس قد وزعوا مناشير ساي، يعني في اليوم بتاع المحاكمة بتاعة ناس القراي والجماعة بتاع الصحفيين، واحد كان طابع المقالات اللي كتبوها ناس محجوب محمد صالح والقراي إلى آخره، طبع منها كمية كبيرة جدا ووزعها، طوال شالوه واحتقلوه. فدي الصورة تحت النظام هناك، يعني انت ذاتك يعني تشيل تقرا حاجة تتكلم في حاجة، دي كلها مسائل، يعني الناس بتلقى طوال قدامك ناس الامن يسوي الوضع، يعني امن نفسه بصورة كبيرة جدا. بعدين كان كل الامكانيات الاقتصادية، انت عارفة مثلا زي ما بتجد احصائية انه الميزانية بتاعت ناس الامن والبوليس والجيش 70% من الميزانية العامة، فده عملوا في تأمين نفسهم. في إزالة النظام عايز فهم، عايز استراتيجية، عايز الناس يناقشوه عشان يتفقوا على صورته كيف عشان يزيل النظام ونحن نجيب البدائل اللي بنتفق عليها في المستقبل. كلام الأخ حسن عن مسألة كلامه عن الأحزاب ودوره، والأحزاب في الحقيقة هي أحزاب أصلا نشأت من دون مذهبيات، يعني نشأت الأحزاب في البداية وبعد ذاك بدأت تكون مذهبياتها، وهي أساسا قامت على بيوتات معينة وقامت على طائفية معينة، فعشان كده ما كانت عندها فكرة واضحة في إنها تسوق البلد لوين، وده السبب اللي نحن من سنة 56 لحد الآن دستور دائم ما عندنا، ولحد الآن وضع سياسي مستقر ما عندنا، باستمرار يجي وضع ديمقراطي بعد شوية ينقلب لحكومة مدنية، يجي وضع عسكري تبقى ديكتاتورية عسكرية، تجي مظاهرات تقلب الدكتاتوريات العسكرية، تجي حكومة مدنية تشتغل سنة سنتين وبعدك تنقلب دكتاتورية مدنية، وهكذا نكرر في نفسنا. فواضح انه الأحزاب ما عندها وضوح رؤية، وهسا يمكن يكون ده أكبر دليل انه الناس عاجزة عشان تزيل النظام ده، لأنه الأحزاب ضعيفة، أحزابنا السودانية في الوقت الحاضر ضعيفة ومهترئة جدا. يعني أنا بتذكر في بعد اليوم اللي كانت فيه المظاهرة بتاعت لالي قهر النساء، كانت في اليوم ده كان تجمع كبير جدا في دار الحركة الشعبية، وأعلنوا إنهم هم يوم كم 20 الأحزاب كلها حتطلع في مظاهرة في الميدان الكده. فلما الناس مشوا، الناس اللي مشوا في البداية شباب ساي صغار وكده، مسكوهم قبضوهم قيادة الأحزاب، ما ظهرت إطلاقا ولا قاعد تظهر في المظاهرات الكبيرة. عايزين الناس تقلب النظام عشان هم يجوا يحكموا، لكن هم ما بادروا في مسألة تغيير النظام. وحتى القصة الشهيرة لما نقد مشى في الميدان وما لقى ناس، وهو اعتقلوه شالوه كرتونة كتب فيها حضرته ولا ما جيتكم للأحزاب الثانية. فدي الصورة بتاعت أحزابنا، أحزاب مهترئة وما جادة في التغيير، وانت بتحس بأنه لما تحضر اجتماعاتهم لمات وخطب سياسية كبيرة جدا، لكن في النهاية الناس بتمشي تنوم في بيتها وما في عمل بدعمل، ما في عمل في التوعية وسط الجماهير، ما بتحس بأنه في حرارة القلب اللي انت ممكن تتابع الأحزاب دي. ونحن مشينا معاهم، يعني حتى ناس الحركة الشعبية اللي كانوا لما ظهروا كأنهم أمل للشعب السوداني، مشينا معاهم مؤتمر جوبة ده اشتغلنا فيه شغل كبير جدا جدا، وتكلمنا عن المصالحة الوطنية والتغيير وإلى آخره، والناس سهروا فيه وسهر شديد عشان ما يطلعوا بقرارات. لما جينا راجعين العاصمة، ناس الحركة الشعبية دخلوا مع المؤتمر الوطني، اتفقوا على بعض الأشياء والغوا القرارات دي من دون ما يكون نحن عندنا علم الناس الوضع القرارات دي. فما بتتكل على الناس ديل في تغيير، انت محتاج لحاجة. بعدين الكلام اللي قاله بشير بكار، قال انه محتاجين ل شباب جديد زي الشباب الغير مثلا في مصر وفي في في تونس وكده. انا شخصيا ما بعتقد انه برضو الشباب ديل تغييرهم مأمون،
هم غيروا عملوا حركة إنهم فعلا انتفضوا على دكتاتوريات كانت غاشمة، لكن هم هسه في الوقت الحاضر حركاتهم دي حتجهض وأجهضت في الحقيقة من السلفيين، ومصر أصلا مهددة من الأزهر وجوده. وهسه هم مرروا دستور وملهوه دستور قائم على الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي، غيرت كتير جدا من المواد فيه وعدلت، وجاء يتكلموا عن إنهم حيعملوا استفتاء وكلموا الشعب هل الدستور يمر بصورته دي ولا ما يمر. المادة 2 اللي هي بتتكلم عن الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للدستور ما غيرت، فمشوا وهم أكتر حاجة السلفيين والأخوان المسلمين نشيطين في العمل ده، فمنظمين وماديا مقتدرين، مشوا جابوا الناس بالبصات وصوتوا وعملوا عمل كبير جدا وسط القاعدة، وهم من زمان في الحقيقة من زمن حسني مبارك كانوا شغالين، فجابوا ناس وصوتوا في 70% زائد حاجة ما عارفاه كسر كده، على أساس إنه خلاص نعم للتغيير التم، وبقى هسه القانون عند الدستور عندهم قايم على الشريعة الإسلامية، حيرتدوا حيمروا بنفس التجربة اللي مرينا بها، قد تكون مخففة شوية لأنه برضو التطور الحاصل في المجتمع بيخلي إن التجارب شوية تمشي لقدام. لكن على أي حال حتى في 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 تونس برضو رجع الغنوشي وبدأ يتكلم عن عودة الحجاب وعودة الفضيلة ومراجعة قانون الأحوال الشخصية، ففي ردة كبيرة جدا حاصلة بالرغم من إنه الشباب ده ضحى وطلع. فعدم وضوح الرؤية في التغيير أنا بفتكر إنه بيجيب نكبات، بالرغم من إنه هو حركة لقدام لكن هو ما الحل في النهاية. الحل شنو؟ ده المفروض الناس يبحثوه. مسألة الأخ حسن برضه قال إنه نحن لما نتكلم عن ناس الصادق المهدي وكده قال كأنه الفكرة دي فكرة إقصائية. نحن ما بنحرمون إنهم يتكلموا ولا يناقشوا ولا يرشحوا نفسهم، لكن بنوضح للشعب السوداني الأخطاء اللي وقعوا فيها في الماضي كانوا ممكن تجنب الشعب السوداني كثير جدا من المصايب. يعني صادق المهدي ده قال إنه قوانين سبتمبر دي ما بتساوي الحبر اللي كتبت بيه. لما جاء بقى رئيس الوزراء كان عنده الفرصة لإلغائها، ما عمل أي حاجة في الاتجاه ده، بالعكس عمل كثير جدا من الأعمال ضد القانون. مسألة حل الحزب الشيوعي رفض القرار بتاع المحكمة العليا وقال إن حكمها مجرد حكم تغريري ما بيلزمه، ودي مشت يمكن تكون النقطة الأساسية دقت المسمار في 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 مسألة استقلال القضاء. نحن لحد الآن بنعاني منه ده بسياسة الصادق المهدي والترابي عندهم معروف، يعني هسه العمل اللي بيعمل فيه ده كله والقوانين الإسلامية والشريعة الإسلامية والشيء الحاصل في تأخر البلاد والإنقاذ ذاته هو جابه كداعم ليها. فديل أنا بفتكر من الغباء إننا نجيبهم تاني. أنت ما بتمنعهم حقهم الديمقراطي لأنك أنت دار تأسس لمفهوم ديمقراطي، لكن بتعمل عمل في توعية الشعب إنهم الناس دي عملوا كده وكده وكده، يا جماعة ما تجيبوا لنا تاني. وده أنا أفتكر مسألة مسؤولة. يجي الكلام عن مثلا هل الفكرة الإنساني انتهى عند الأستاذ محمود؟ نحن مثلا الجمهوريين بنعتقد إنه ما قدمه الأستاذ محمود محمد طه فيه كل الحلول لمشكلة البشرية في الوقت الحاضر، لأنه أسس لقضايا أساسية مثلا فض التناقض القائم بين الفرد والجماعة، وكيف اعتبار الفرد كغاية والمجتمع وسيلة للفرد، ويعطى المنهاج البيه والفرد النفس البشرية بتترقى. كتير جدا من التفاصيل بيجعلوا كفكر إنساني هو الشيء المطروح في الوقت الحاضر، لكن ده ما بيمنع إنك تقول إنه في المستقبل بيحصل شنو. نحن أسعى مشكلتنا في الوقت الحاضر هل الفكر ده كفكر إنساني بحل مشكلتي ومشكلتك ولا لا. فدي دي قناعتنا نحن، لكن قد لا تكون قناعتك انت. يعني في كلام عن مسألة اللامركزية برضو، نحن عندنا كتاب اسمه أسس دستور السودان سنة 55 طلعوا الأستاذ محمود محمد طه يتكلم فيه عن أسس دستور السودان، من ضمنها حل طارح مسألة اللامركزية كحل مشكلة السودان، وقسم السودان لخمسة ولايات ويتكلم عن حكم الولاية وعن حكم المدينة وعن حكم القرية وعن حكم المقاطعة، وإنه كل ولاية ممكن يكون عندها الحق في إنها تسند ساتيرة وقوانين وكذا إلى آخره، والعلاقة بين المركزية المركز واللامركزية. فدي مسألة مبوبة في الكتاب ده ممكن ترجع لها، أنا بفتكر إنها فيها حل لمشكلة السودان بصورة كبيرة.
كلام بشير انه في مسألة تغيير النفس البشرية بيحتاج لزمن وبيحتاج لزمن، لكن على أي حال قدر ما نعمل إذا ما اتحلت واتحسمت قضية الأخلاق وقضية التغيير بالنسبة لكل فرد داخليا، مسألة المشاكل حتظل بتلف بينها، وهو أقصر الطرق مهما قلنا عنه. هو ما نحن ما بنقول للناس ما تغيروا النظام ده، لم تغيروا نفسكم، لكن بتقول للناس غيروا النظام ده، افتحوا الفرصة لمجتمع ديمقراطي، اطرحوا ما عندكم من حلول من ضمنها كيف نغير انفسنا، وكيف الانسان يكون صالح في المجتمع، وكيف الانسان يكون عنده الاخلاق اللي بتضمن مسألة ان المجتمع يمشي لقدام. دي افتكر بعض النقاط معنا.